How are your Arabic listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? طالب وطالبة ينظران إلى إعلانات عمل. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ ما رأيك بهذا العمل؟ الأجر الساعي عالي جداً. بالطبع، الأجر يبدو جيد جداً، ولكن هل حقاً يمكنك أن تقومي بتوصيل الصحف؟ بالطبع، أنا ماهرة بركوب الدراجة، لكنني قلقة إن كنت أستطيع الاستيقاظ باكراً. ما رأيك بهذا؟ الأجر ليس غالٍ، لكن يمكنك العمل 2 أو 3 في الأسبوع، ويمكنك بدء العمل في المساء. هذا؟ محاسبة في متجر، أليس كذلك؟ حسناً، سيكون من الجيد العمل بعد المدرسة. هذا العمل في المقهى قد يكون جيداً أيضاً. نعم، أنا أحب ذلك المكان، وإنه على طريق مدرستي. ليس سيئاً، أليس كذلك؟ على أي واحد علي أن أقدم؟ بين أي 2، المقهى وتوزيع الصحف؟ حسناً، الأجر لتوزيع الصحف جيد جداً. نعم، لقد أخذت قراري. أظن أنه علي أن أستيقظ باكراً من الآن فصاعداً. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ طالب وطالبة ينظران إلى إعلانات عمل. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ ما رأيك بهذا العمل؟ الأجر الساعي عالي جداً. بالطبع، الأجر يبدو جيد جداً، ولكن هل حقاً يمكنك أن تقومي بتوصيل الصحف؟ بالطبع، أنا ماهرة بركوب الدراجة، لكنني قلقة إن كنت أستطيع الاستيقاظ باكراً. ما رأيك بهذا؟ الأجر ليس غالٍ، لكن يمكنك العمل 2 أو 3 في الأسبوع، ويمكنك بدء العمل في المساء. هذا؟ محاسبة في متجر، أليس كذلك؟ حسناً، سيكون من الجيد العمل بعد المدرسة. هذا العمل في المقهى قد يكون جيداً أيضاً. نعم، أنا أحب ذلك المكان، وإنه على طريق مدرستي. ليس سيئاً، أليس كذلك؟ على أي واحد علي أن أقدم؟ بين أي 2، المقهى وتوزيع الصحف؟ حسناً، الأجر لتوزيع الصحف جيد جداً. نعم، لقد أخذت قراري. أظن أنه علي أن أستيقظ باكراً من الآن فصاعداً. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.